فاطمة زهرة معانا من مكناس. لالا فاطمة زهرة صباح الخير. صباح النور يا الوريدة ديال المدينة، فين اختي دنيا؟ الله يخطيك الله يخطيك لالا فاطمة زهرة، مرحبا. شكرا، كنشكركم على البرنامج وكنشكر مستقبل المكالمات جميع الاخوات اللي كيشاركوا. نعم، عندي جوج وصفات. هي الوصفة الأولى عندي كيك بالحامض وعندي رغيف معمرين. اها كيك بالحامض، ناخذ الكيك بالحامض. اوكي، ثلاثة ديال البيضات. ثلاثة البيضات، كاس سنيدة، كاس ديال السنيدة، كاس زيت، كاس ديال الزيت ياك. نعم، جوج خمارات حمرين، جوج خمارات حمرين، كيس فاني، كيس ديال فاني، جوج كيسان ديال الدقيق، جوج كيسان ديال الدقيق، وحامضة وحدة، حامضة وحدة، عصير ديالها ياك. صافي، كتخلط كلشي في الخلاط الكهربائي. وكتقطعي التفاح دوائر صغار. نعم، اذا نقطعوا التفاح حتى هما دوائر صغار. نعم، كتشد فيهم على الكيكه من فوق. نعم، كتدخليهم على الفران والصحه والراحه. الله يعطيك الصحه، هذه كيكه سهله نجربوها. والناس اللي كتبغي الحامض يعني كتجي على طيبه الحموضه كتجي زوينه، فغادي نجربوها ونردوا عليك لاله فاطمه. اذا ناخذوا الرغيف قلتي معمرين، عندنا كيلو ديال الطحين. رفعي لنا صوتك شويه لاله فاطمه زهره. نعم، كيلو ديال الطحين، كيلو الطحين، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره. صافي، كاع السيدات كانوا كيعرفوا كيفاش كيعجنوا. نعم، اللي عنده العجانه من طبيعه الحال يمكن له. نعم، زادوا الحشوه، لا تقوم بالواجب. زادوا الحشوه، عندنا جوج بثلاث مشلضين، جوج بثلاثة مشلضين. هادشي بالنسبة للحشوة باش نعمرو هذا الغيفات. جوج فلفلات مشكوكين، جوج فلفلات محكوكين، قرعة وحدة هي محكوكة، قرعة وحدة محكوكة، مخزوبة محكوكة، حبر ديال الدجاج مقطع، خيزو وحدة هي نحكوها، صدر الدجاج مقطع. شحال تقريبا بالنسبة للكيلو ديال الطحين صدر شحال كديري؟ أو كتخلي الحشوة يعني واخا ديريها بكثرة كتخليها جانبا؟ نعم، وعندنا الشحمة هي محكوكة، كنحكوها محكوكة. نعم، جوج معالق ديال الزيت، جوج معالق ديال الزيت، إيه، جوج معالق ديال حك مطيشة، جوج معالق ديال مطيشة الحك، قزبور ومعدنوس. قزبور ومعدنوس، الإبزار وملحة، إبزار وملحة، تحميرة، تحميرة، ثومة والخرقوم، الخرقوم، خرقوم، وعندنا اللحم مقطع حتى هو طريفات صغار، مقطع طريفات صغار، ودامة البنة، ودامة ديال البنة، والكمون، كمون. شفتو صافي، كتعمري الرغيف. تبارك الله، شغا نزيدو غنزيدو شي حاجة أخرى. اللحم والدجاج راه كاينين، الخضرة كلها تقريبا كاينة. مرحبا. كتعمري الرغيف، كتدخليهم للفران ولا كتقليهم كيما بغات السيدة، دير لهم كيما بغات. نعم نعم، شكرا لكم على البرنامج. ونقدموها مع شي بريد ديال أتاي ولا. نعم، بطبيعة الحال. إذا تبارك الله عليك، وشكرا ليك، وشكرا لكل الناس اللي اكيد كيستمعوا لنا اللحظه، والناس ديال مكناس على الخصوص مكناس.